طيب وائل، احنا يعني we're happy طبعا ان انت معانا في دي جي توك. احنا هدفنا الاساسي هو raising the awareness about what's happening, the future of work, about digital transformation, technology. لو مصر الطيران فكرت زي شركة السوفت وير، وهقول لك يعني ايه، وفكرت زي شركة ديجيتال، ما بقتش الموضوع لونجر اني مور انه بيشتري حل كويس. لو جبت هو ده فكر اكتر منه تكنولوجي في يعني منتهى البساطة. if you dissect the business بتاع اي شركة في العالم، سواء حكومة او برايفت سيكتور او حتى ان جي اوز، هتلاقيها بتعمل اربع حاجات بس.